تسع سنوات مرت على هذه الثورة العظيمة، ثورة 30 يونيو المجيدة. هذه الثورة التي استطاع فيها الشعب المصري أن يختار أن تعود مرة أخرى إليه هويته الوطنية، أن تعود مرة أخرى ويستعيد هذه الهوية في دولة مدنية حديثة بهوية وطنية مصرية متسامحة ومنفتحة على العالم. الحقيقة الجزء ده تحديدا كان جزء من رسائل مهمة كثيرة كانت في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة. يمكن زي ما قلت ريهام، هذه الذكرى العطرة، ذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو، كانت محملة برسائل كثيرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن على أهم أو على رأس هذه الرسائل هو الحفاظ والبناء واستكمال ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من بناء وتعمير في كل مناحي الدولة المصرية. برحب من جديد بضيف الكريم الأستاذ منير أديب، الكاتب والباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية وفي الإرهاب الدولي. أستاذ منير أهلا بك. وأخيرا يعني الوقت طبعا خدنا بسرعة، لكن في كلمة السيد الرئيس كلمة أخيرة عن من ضحوا بأرواحهم، من يعني فاضت أرواحهم، ولولاهم ما كانت الدولة وما كنا هنا وما كنا نتحدث وما كان الأمن والاستقرار التي تنعم به الدولة المصرية والأمة المصرية. صحيح، يعني هذا العطاء الذي قدمه البعض، يعني المصريون دائما يقدمون ولديهم فكرة العطاء، وهم الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة، الثورة المباركة، ولكن هناك من أعطى حياته من أجل أن تبقى هذه الدولة بهذه الصورة التي نراها اليوم. ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني تحدث عن هؤلاء يعني بإجلال وبتقدير، واعترف بفضل هؤلاء، ونحن كنا وما زلنا وسوف نظل نعترف بهذا العطاء. يعني هناك من ضحى بحياته وبروحه وبأمن أسرته، لما يبقى ضابط شرطة أو جيش أو حتى مواطن عادي يقتل في مداهمات أو في عمليات إرهابية، هؤلاء هم شهداء الله في الأرض وهم شهداء الوطن، وهؤلاء سوف يظل فضلهم موجود وسوف تخلد أسماءهم وسيرتهم. ولذلك هذا العطاء هو عطاء عظيم وعطاء متواصل وهو مقدر، ولولاهم ما قامت هذه الثورة وما نجحت الدولة في أن تصل إلى ما وصلت إليه. احنا بنشكرك طبعا كل الشكر والتقدير على وجودك معنا النهارده، وبتشاركنا فرحتنا واحتفالنا بالذكرى التاسعه لثوره 30 من يونيو. شكرا جزيلا. انا بشكرك، شكرا جزيلا الصحفي والاستاذ والكاتب والصديق الاستاذ منير اديب، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الجماعات الارهابيه وفي الارهاب الدولي. شكرا لك استاذ منير. وبالتاكيد طبعا تغطيتنا ما زالت متواصله على شاشه التلفزيون المصري لهذا اليوم الفارق، هذا اليوم اللي بالفعل بيعتبر خالد وسيظل خالدا في قلوبنا كمصريين، وبيعتبر ملحمة خالدة أمام العالم أجمع، اللي قدر فيه مصريين إن هم يقدموا أروع الأمثلة ونموذج حضاري أمام العالم أجمع لرفض كل من يحاولون العبث بمستقبله. الأمة التي تريد الحياة، والشعب المصري الذي دائما ما يحافظ على هويته الوطنية ويحافظ على مستقبله الذي يرتضيه في ظل دولة مدنية حديثة بهوية وطنية مصرية متسامحة ومنفتحة على العالم. بالطبع دولة مدنية ديمقراطية حديثة بقيادة حكيمة وواعية ومدركة لأهمية العمل المشترك ما بين مؤسسات الدولة، دولة تعمل على بناء الإنسان، دولة تعمل على مكافحة الإرهاب، دولة تعمل أيضا عن مكافحة الإرهاب نيابة عن العالم. تغطيتنا كانت حتى هذه اللحظة وما زالت مستمرة مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري على مدار اليوم احتفاء واحتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو. تقبلوا تحياتي أنا مصطفى ميزار وزميلتي ريهام الديب. شكرا لحضراتكم، وتغطيتنا مستمرة على التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم.